السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستعرض لكم النهاردة أهم تكنيك في العوم، وهو تكنيك الطفو. إزاي تخلي جسمك المية تشتغل؟ طبعا هي بطريقة، وأهمها أنت تكون مالي صدرك هوا. أول حاجة دلوقتي، النوع الأولاني من الطفو وهو طفو التكور. طفو التكور ده انت بتحط رجليك الاتنين مضمومين وبتمسكهم بايدك ودقنك على صدرك، وطبعا لازم تكون واخد نفس شهيق جامد بحيث ان انت تترفع في المية. احنا هنشوف دلوقتي الحركة، بتضم ايديك على ركبتينك، ايوه، وتاخد الوضع اللي هو وضع الكرة ده، عشان كده اسمها طفو التقوى. ودي طبعا لازم يكون النفس انت واخده ومالي صدرك هوا عشان المية تقدر ترفعك، ودي طبعا اهم حاجة في الطفو. يعني تاني طفو معانا، تاني نوع من الطفو يعني، اللي هو طفو النجم. طفو النجم ده بتاخد نفس في صدرك، لازم تملى صدرك هوا. اهم حاجة في الطفو تملى صدرك هوا، وتسيب نفسك على المية، وتفتح رجليك الاتنين وايديك الاتنين على شكل نجم زي ما انت شايف الوضع كده بالظبط، وتسيب نفسك. طالما صدرك فيه هوا، المية هتشتالك لأطول فترة ممكنة. تالت طفو معانا، وهو طفو سوبر مان. وطبعا اهم حاجة في الطفو طفو سوبر مان، زي ما انت شفت دلوقتي ايديك بتبقى مرفوعة ودقنك على صدرك. والنفس طبعا لازم، اهم حاجة النفس، صدرك يكون مليان هوا. فاحنا هنشوف دلوقتي الحركة بتتعمل ازاي. شوف دقنك على صدرك، جسمك مفرود وايديك مفرودة، وزي ما انت شايف كده ورجليك مضمومة بالظبط كده، نفس الحركة، جسمك واخد وضع سوبر مان بالظبط كده زي ما انت شايف. واهم حاجة بكررها تاني، النفس، النفس ده